بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فقد انتهيت بفضل الله تعالى ومنه من باب الطهارة، وأبدأ بإذن الله عز وجل بباب الصلاة. قال العلماء وفقهم الله للخير: الصلاة لغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم. واصطلاحا التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. والصلاة لها أهمية كبيرة عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. رواه الشيخان. من أهمية الصلاة أنها نور للمصلي في الدنيا وفي القبر ويوم لقاء الله تعالى. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه أو موبقها. رواه مسلم. من فضائل الصلاة أنها من أفضل الأعمال إلى الله البدنية، من أفضل الأعمال البدنية إلى الله. ذلك أن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني اتقوا الله عز وجل، ولن تحصوا يعني لا بد من الخطأ. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الأعمال البدنية، أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. من فضائل الصلاة أن أداءها في وقتها من أحب الأعمال إلى الله. ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه الشيخان. من فضائل الصلاة أنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وحسنه الألباني رحمه الله. من فضائل الصلاة أن أول ما تحاسب عليه يوم لقاء الله تعالى. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي. من فضائل الصلاة أن الله عز وجل جعل للصلاة وقتا، فلا يجوز أن تصلي قبل الوقت أو بعد الوقت إلا لعذر شرعي. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من فضائل الصلاة أن الله تعالى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة. من فضائل الصلاة وعيده تعالى لمن أخر الصلاة عن وقتها. قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل تطلق على من يستحق العذاب. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى آخر الآية. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما هو الغي؟ قال ابن مسعود: قال ابن مسعود: هو واد في جهنم قعره بعيد وطعمه خبيث. فيا من تؤخر الصلاة عن وقتها،
عد إلى الله لتكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يهديني ويهدي الجميع إلى طاعته. هذه بعض فضائل الصلاة، والحمد لله رب العالمين.